لعبوا معاك انت؟ اللي لعب معايا اللي لعب معايا انا 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 من وجهه نظري كحضري، انا كحضري بحط يعني كام، 11 ولا 10؟ لا هقول لك انا، هقول لك انا الباك رايت. الباك رايت احمد فتحي. تمام، كتبته من غير ما من قبل ما تقوله. الاثنين اللي في القلب، الاثنين اللي في القلب وائل جمعه. تاني هاني سعيد. هاني سعيد، سلام عليك. باك ليفت سيد معوض. نص الملعب محمد عبابا الله يرحمه، والله اللي في نص الملعب الله يرحمه، حسني عبد ربه. حسني عبد ربه. محمد شوقي. محمد شوقي تشكيل منتخب مصر. الثلاثه اللي قدامه احمد حسن، عميد العالم، عم الناس. عم الناس احمد حسن طبعا. ابو تريكه. ابو تريكه. كده كام؟ كده 1 2 3 4 5 6 7 8، ناقص لك 2. 8 2 ليه؟ انت شايل، انت شايل الحضري. حضري اهو منور، اول واحد اهو، اول واحد. عماد متعب. عماد متعب. زيدان المجنون. وصلاح. وعمرو زكي. ما حطيتش صلاح. انت قلت على ال 10 اللي لعب معايا، استنى بس، انت قلت على ال 10 اللي معايا، حلو الكلام؟ يعني هو صلاح ما لعبش معاك؟ برضه مش فاهمني، انت بتفهم بس يا سيدي. صلاح لعب معايا. انا عاوز اجاوبك على السؤال عشان تفهمني، عشان في واحد هيتحط معاه محمد صلاح. انا بنقذك. لا لا انت سالتني. والله بنقذك. برضه مش فاهمني يا جدعان. يا زيدان يا صلاح ناقص لك واحد. عماد متعب. يا زيدان يا صلاح ناقص لك واحد. عماد متعب ماشي، ناقص لك واحد. محمد صلاح. بس كده.